اهلا بحضراتكم من جديد. محمود اجيلك السنه اللي جايه ان شاء الله. انت تصعدت سيادة كابتن اشرف توفيق صعدك واعتمد عليك انت ومجموعه كبيره، سواء مؤمن انت، عمرو زهران، مالك ابو الفتوح، اعتمد برضو على كمان عبد الله ناصر. انتوا السنه دي اكيد هتاخدوا خطوه قدام، جاهز ان انت تشيل مع الدرجه الاولى؟ جاهز لده؟ طبعا يعني هدي اقصى حاجه عندي طبعا، هو الكوتش هو اللي يشوف الموضوع ده. يعني لو اديت اقصى حاجه طبعا الكوتش بيدي اللي يتعب، وان شاء الله يعني لو جات لي الفرصه يعني احاول امسك فيها ان شاء الله. مستنيها طبعا ان شاء الله. خلي بالك دي مهمه، يعني اللاعب لما يبقى نفسيا مستني الفرصه عشان ياكلها. انت جاهز لده؟ طبعا. انت هادي على فكره بشكل كبير، انا في الملعب ما ببقاش فاهمك، انت هادي قوي بس انا من هو عنيف من جوه. ايوه لا عنيف هو هادي من بره بس هو فايت جدا في الملعب. أيوة فايتر جدا هو في الملعب. هو فايتر بس هو بره الملعب تحس ان هو يعني اول مره اتكلم معاه. بس انا من اللعيبه اللي بحبهم، يعني انا من اللعيبه اللي بحبهم ليه؟ لان انت لعيبه، انا بحب اللعيبه اللي بيلعبوا قوه، ما عادش في مجال. لا محمود كان مؤثر جدا معنا في ال 3-3 بصراحه. انا شايفه عمال يطلع. لا بجد والله يعني الضرب بتاعه وعمال يعني عنده روح المحارب طول الوقت في كل كوره، ودي حاجه كويسه جدا للعيب. يعني في البوزيشن بتاعه يعني اعتقد ان دي طب حاجه. طب شايف يا كابتن اللعيبه دي تلعب في الدرجه الاولى دلوقتي؟ الثلاثه اللي كانوا موجودين طبعا مع المجموعه اللي موجوده معاهم دي ما اقدرش انا يعني. لا يعني عندهم الامكانيات، مش قصدي فنيا. ده مؤهلين. انا احترمك جدا في ردك لان طبعا انت فنيا مش هتدخل، لكن انا قصدي فنيا هم مؤهلين اللي هم مؤهلين. هو ده سؤال بس كده. بس دي درجة على رؤيه طبعا طبعا الجهاز الفني. احنا بنقول يعني ان الولاد دول خلاص استووا، يعني انا قصدي من وجهه نظرك راجل. خلي بالك البطوله ديت اللي هم لعبوها اللي هي 3 على 3 دي هيرجعوا اي خبط واي رزع فيهم مش هيحسوا بيه. الاتليتيك بتاع اوروبا الاوروبيان اعلى مننا بكتير. محمود بيضحك. لا هو جاي راجع يعني كل حته جسمه بتوجعه طبعا. ضرب وطلطيش تاني دي برضه خبرات. بعد كده اشوفك بتعترض على كفاره بتصفرلك. انا بقول لك اهو كابتن ياسر هيقول لك افتكر. انا قلت له الكلام ده في مصر، قلت له خلي بالك انت هتروح هناك وهيحصل كذا وكذا. حصل كلام ولا لا؟ حصل. مفيش الصفاره دي مش موجوده. بص يا كابتن صوره زي دي، بص ايد المدافع فين. لا دي ده اكتر من كده. يعني انت ممكن تشوف تيشيرت بيتشد بس مفيش صفاره. يا خبر ابيض يا جماعه، ده حاجه يعني جو جديد. انا نفسي ما كنتش اقدر العب في حاجه زي كده. لا هتصدم يعني هتصدم. بس خد بالك انا بشوفكم في الملعب بتلعبوا 3 على 3 كتير قبل التمرين. قبل صح التمرين. بشوفكم بتهزروا وبتاع. دي برده دي خبرات برده. خلي بس دي رولز. بس برده الرولز برده مختلفه جدا. بس سيبك من الرولز، الجو اللي انت بشوفك انت ومؤمن مقسمين وبيجيب معاكم عبد الله ناصر وتقعدوا تهزروا وعبد الله يطلع شوط. انت بشوفكم في الملعب. ايوه صح. فده اداكم برده خبرات. بنعرف نلعب يعني 3 اون 3 يعني. بالظبط. يعني انتوا خدين من النادي برده شويه خبرات. وانت من ولاد النادي الاهلي يا محمود. يعني من الاول صغرك المدارس البدايه يعني ميدين اهلي بيور، ما جتش من نادي تاني ولا اي حاجه. انا بسالك، انا طبعا عارف بس لازم الساده المشاهدين. طب قول لي بقى مين اللي تعب معاك اكتر، بابا ولا ماما في قصتك دي؟ والله الاثنين يا محمود. والله الاثنين بيتعبوا معايا جدا والله. ما كنتش عارف اعمل اي حاجه من غيرهم طبعا. والله بس يعني هم ادوني كل حاجه يعني الحمد لله. ووفروا له كل حاجه. مش ادوا له كل حاجه. في اختلاف في وفروا لي. قصدي وفروا لك. محمود ده اول زور اعلامي فطبعا معذوره يعني فوت له حاجات. طب يعني كان هم الاثنين بيجوا معاك التمرين ولا ممكن ماما اكتر بابا؟ هم كانوا يعني موضوع التمرين ده كانوا بيجوا وانا صغير بس هم خلاص يعني انا اللي هم خلاص اللي هو انا المفروض خلاص كبرت يعني اللي هو اعتمد على نفسي مش محتاج يعني. طب وانت ليك اخوات بيلعبوا باسكت؟ لا ماليش اخوات. ليا اخويا صغير مالك في المدارس الاهلي دلوقتي. لسه صغير في سن كبير ما شاء الله. شايفك بقى بتاخده معاك بتعلمه وبتاع. ساعات بقى ساعات باخده العب معايا وبتاع. انت في سنه كام؟ انا دلوقتي اولى جامعه. طالع اولى جامعه. طالع اولى جامعه. خلصت ثانويه عامه. طالع اولى جامعه. خلاص دخلت بقى لمرحله الجامعه. خلاص بقى يا باشا تعالى بقى على على بقى الجامعه والشغل كله. ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. ان شاء الله. كابتن ياسر قبل ما يعني طبعا ما ننهي حلقتنا لازم اسالك انت كمان طموحاتك ايه؟ يا ساتر ايه السكوت ده كله كده. بص هو الطموح يعني بالنسبه لي ان انا ابقى مدرب في ليفل اعلى من اللي انا فيه، ومش مستعجل ان انا اخد حاجه كبيره ولا اي حاجه. بالعكس انا طول ما بشوف حد زي محمود ومؤمن وعبد الله بيتحسنوا يبقى انا ده درجه من درجات النجاح بتاعي. اتمنى طبعا الواحد يبقى في حته احسن من كده شويه. ده توفيق من عند ربنا. كابتن نجم كبير ولاعب ومدرب. انا بشكرك كمان على اللقاء يعني وقناه النادي الاهلي على تكريمهم لينا وللعيبه
ودي حاجة شرف لينا وسام على صدرنا. شكرا على واجب يا كابتن. انتوا صحاب الزمالك الفرح وانتوا اللي فرحتونا وعملتوا انجاز كبير. كابتن ياسر فتوح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكرك ونورتنا وشرفتنا. اشكرك كابتن ياسر. محمود وليد طبعا نجم مصر والناشئ الصاعد واعد ونتمنى لك كل التوفيق ونشوفك السنه دي ان شاء الله مع الدرب. ان شاء الله. شكرا كابتن. نورتنا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين ده كان انفرادنا كبرنامج الابطال ان احنا ابرزنا هذا الانجاز الكبير ويستحق المزيد والمزيد. والنادي الاهلي دائما ابدا بيقدم كوادر كبيره لمنتخبات مصر. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.